عالجت محكمة الجنايات بالدار البيضاء ملف قضية القيادي والمكلف بالإعلام في تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي صلاح قاسمي المكنى أبو محمد عن تهمة إنشاء جماعة إرهابية مسلحة وطبع ونشر وثائق ومطبوعات تشيد بالأفعال الإرهابية وحيازة أسلحة وذخائر والتصوير واستعمال المزور في وثائق إدارية والانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالخارج والانتماء إلى عصابات مسلحة بغرض الإخلال بأمن الدولة، حتى يعد المتهم من أخطر الإرهابيين الذين نشطوا ضمن أمراء بارزين من بينهم أمير القاعدة في المغرب العربي عبد الملك دروكدال، حيث ألقي القبض على المتهم صلاح قاسمي يوم 8 فبراير 2013 على مستوى ولاية البويرة إثر كمين محكم، حيث عثر بحوزته على مسدسين ومبلغ مالي قدره 18 مليون دينار جزائري، بالإضافة إلى بطاقات مهنية مزورة وكذلك وثائق خاصة بالتنظيم، حيث اعترف المتهم بالوثائق المنسوبة إليها، وكذلك أكد أن تطور نشاطه الإرهابي الذي امتد إلى حوالي 15 سنة أين طبع كتب منشورة ومقالات إعلامية تحرض على النشاط الإرهابي، كما قام بتحرير وتركيب فيديوهات تتعلق بالعمليات الإرهابية، وحرر عدة بيانات لعدة عمليات إرهابية من بينها الاعتداءات على مجلس الدستوري وكذلك مكتب الأنتربول ومقر الأمم المتحدة سنة 2007، حيث التمست نيابة محكمة الجنايات بالدار البيضاء في حقه تسليط عقوبة الإعدام، في حين أصدرت المحكمة في حقه تسليط عقوبة 20 سنة سجن نافدة مع مصادرة المحجوزات وكذلك حرمانه من الحقوق المدنية لمدة 5 سنوات. من أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء نجيب سماي، تلفزيون نهار.